مرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة الفلاحة والطبيعة. يوم جديد ونهار جديد في فيديو جديد وموضوع جديد. مرحبا بكم جميعا. كما تلاحظون نحن في في بداية أبريل أو أواخر مارس. كما تلاحظون هذه شجرة تفاح تشيك على تفتح الأزهار. موضوع اليوم هو موضوع جديد سنطرحه بعد ثواني. أصدقائي، إذا كنت أول مرة تصل إلى قناة الفلاحة والطبيعة، أدعوك للاشتراك في القناة ودعمنا بضغط زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس. هناك عدة مواضيع تهم الفلاح البسيط الذي يهتم بالأشجار المثمرة، خاصة التفاحيات إلى غير ذلك. موضوعنا أصدقائي كما تعلمون، لاحظوا هذه شجرة ما شاء الله ما شاء الله، العديد من البراعم الزهرية توشك على التفتح لإعطاء أزهار جيدة. لاحظوا أصدقائي هنا، هذه براعم زهرية ستعطي ثمار. أصدقائي، الكثير من المتابعين يسألون في التعليقات بأن الأشجار قد تفتحت وبدأت تظهر براعم خضراء، هل هذا يعني أنه لا أزهار فيها؟ هل هذا يعني أنه ستزهر فيما بعد؟ ماذا يعني التفتح ببراعم فقط بدون أزهار؟ أخي الفلاح، هنا يجب أن تتدخل وتراقب بعناية. إذا تفتحت أشجارك بهذا الشكل، يعني كانت براعم منتفخة ثم بدأت تتفتح. هذه مجرد أوراق صغيرة خضراء، ومتأكد بأنها ستعطي أزهار وثمار قريبا، فلا تقلق صديقي. أما إذا كانت البراعم مثلا هكذا بشكل شكل الرمح، فهذه براعم ورقية لن تعطي إلا الأوراق. وفي الأغلب فإن البراعم الثمارية والزهرية فهي تتفتح قبل كل شيء، يعني البراعم التي ستعطي أزهار هي التي تتفتح أولا قبل البراعم التي ستعطي أوراق. إذن أعتقد أن المعلومة واضحة. لاحظوا مثلا هنا، هذه براعم منتفخة وجميلة بالضبط، بالتأكيد ستعطي ماذا؟ ستعطي أزهار، والأزهار هي التي تعطي ثمار. هذا هو الحال أصدقائي، فلا تقلق إذا لاحظت أن أشجارك تعطي فقط أوراق خضراء في البداية، فهذا لا يعني أنها لن تثمر. ربما هي بهذا الشكل، وهذا الشكل شرحت وقلت بأنها مجرد أوراق صغيرة ستتفتح أزهارها قريبا. أما إذا لم تتفتح بهذا الشكل المنتفخ ثم بدأت تأخذ مباشرة شكل أوراق، فهذا يعني أن الموسم الحالي ليس به ثمار، وعليك الانتظار قادم المواسم صديقي وأخي الفلاح. الله يرزق الجميع. هنالك أيضا ملاحظة أخرى قبل أن نمر إليها، أدعوكم أصدقائي بدعم قناتي وذلك بضغط زر الإعجاب وأيضا ترك تعليقات محفزة لكي ندعم المحتوى الفلاحي على القناة وعلى اليوتيوب بشكل عام. ولأنكم لا تدعموننا بضغط زر الإعجاب وأيضا بالاشتراك في القناة وبالتعليقات، ففيديوهاتنا لا تصل إلى الكثير من الإخوة. لذلك عليكم القيام بواجبكم، فأنا أقوم بواجبي وهو إيصال المعلومات البسيطة بشكل مجاني، ولا أطلب منكم مقابل مادي غير هذا إلا التعليق وترك تعليقاتكم، ولماذا لا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تصل المعلومات إلى أكبر شريحة. أصدقائي، معلومتنا التي كنت سأطرحها قبل قليل هو أن هذه البراعم تتفتح بشكل أزهار، فهذا لا يعني 100% أنها ستعطي أزهار. فهناك بعض البراعم الزهرية، لمن يعرفها، أو البراعم الثمارية التي تنتفخ وتشك على إعطاء ثمار، لكن ثم تتحول فيما بعد إلى شكل
أوراق، يعني أوراق وأغصان خشبية، وهذا شيء طبيعي في الأشجار يحدث باستمرار. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو، أتمنى لكم يوم طيب ومبارك وصوم مقبول، بالتوفيق لكم مع كامل أعمالكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.